الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من شيء المسلمين حتى إذا أعجبها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من شيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال المصنف رحمة الله عليه: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه فبشر أن الشعب أم تقفوا إلا لم قلر هم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: هما أصبنا طعاما في باريس شهولا يوم خيبر. وسكان قد خيبر فلا ولا واجر لنا وسيم شو من جي فلو رينجا رجبنا هم مثل المطح لو ركايا جيش ركايا ولفدوها ولفدوها وقالوا خيبر وسلم شو من جي وخيبر مونوكا ومسل لنا شنو لنا مسلم وفكنا يمكن صلى الله عليه وسلم وكبس سرس سلم شاء أرض الكيان شاء نمرت ونبكي بالمك الأشبال ليس يهز لا يسافي ثمرة من النتيجة إلى أرض الجائز كما سنين فرد سلم فبقى من دنيا في أرض يجب أهل دولة سلم يكون روحة زوحة وسلم وكما هذه يجب أن يكون وسلم وينها لو سبك وإنه كان وسلم ونزو وفنعه وسلم وجوه جوه وسلم وجوه أولا يقول لك أن لم يجب من ناني ني وسلم يبقى من ناني هرم دولة عني دولة يونا وسلم لا جهد مني سنلت وزاك هم يلتهم الجزية لذلك الجزية وقاسم يروناه أتوانا قلت وزاك قلت أتوانا إذا كنا زيحك لك إيرانية كثيرة وعاد إذا كذا رأي فيها جنيزو بعدين نقول له أتاح لك ندين يهاتي لا إكراه في الدين كتبنا في إبن الغي فإن أبو إسامة العجاء إن يسمى أزوك أيها كان هذا منه قبل ماذا أن يبعث رسولا هل ينواه وكلمواه رأبهاه يقرأ عن المبنى لي جاس الأليلي جاس الأليلي من حجة أيو حجة لكهم يا جامعون بي يا حرايا يهلوا في كمس يأني كبور هوا أمسك الإنه بمهامه فكان الرجل يجيء فكأمركه فيأخذ منه يرغر مشه الأشيلة كانت الكاسة ميكة مقدار ما إبريجهم توشي عليه ثم ينصرف ينزعي كثرك يا بلية ينزعي في العكس جنة فلن هدف منه لأسوأ جنة فيها زيوة خصوشة والعجزين لي مش لا هو لا تغلل أو أما السرقة من الغنيمة غلول ما كان الذي يغل ومن يغل يدري ما غل يوم القيامة ما كان للنبي أن يغل
مستحيل كفجر لها هو كان نبي بالباهين مماقلة أهل سنة الجماعة لو كان شركايا إذن كون نبي أدعي عمره أمره ثم يمشي عمره ثم ليهاه لا مستحيل ما كان يقول لا ومن يقول من المسلمين أو من أهل الأديان يأتي بما غل يوم القيامة يجري من غمره يسوي هاي بجميع سواكي يا موجين من سواكي يا ملس ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة لكن الغلول رهيبها من غنيمة ولكن العبرة بهم من لفظ لا تأخذ السبب العبرة بكلا في نعمة كي نمشى عندي حق يوان وكما بسواكي يا موجين ومريض حقيقون عموم دبار من غنيمة ولما يدون لك عميل كان ناس الدين يجي أول ما فيه هذا من أول ما فيه إذن حرمهم دبار من غنيمة لأولين كيوا ما بينس أحد الثاني اللي خصوا شما فيه وليجوا شهو لا بيقولون تنتي تعمل هذا ما خصوا منه كلين يرمي تحرمين إلى متخصص لو التخصص هم أصول الفقه يجب أن يلقى طهر أنفي يا فلي لقى يلقى سمى فيه والجملة مبيه ندريك يا متخصص أولا لرأس مجنبية لك خصوكايا ويجب أن يظهر من غنيمة هم شهولا حالين كان المجم منها لنفسه قسلوه كدوم شهولاكو هذا معنى الحديث أخرجه أبو داود أبو داود بشري والصحابة بن الجرد يسر هيشة للحاكم ورحمة الله عليهم جميعا وعن رويفع بن الثابت بشري أن رويفع بن الثابت من أمقلي راضي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربك عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يمنوا من يمكن ينسوا قياما فلا يركب دابة من سيء المسلمين يفرين جنياما ويغلم هو إسلام همبشيا حتى إذا أعجفها إكاهتا مبانا تهوند ردها فجمل جيزة لا بس أحكاد في حق ورغلق الله تولى ولمياتا يري ليش هذا بدون ويان لا حرام لها كل شيء بدون سبية واشر مية تا شلما يدوش رجل كيسو كوني سواشو ليش رجل نوش نفهم شي رجل نوجولي وشو شما شغل شيء وانا كوال قلت لحفظينه آشي لما يلحفظينه شيء لا يدلون إلا يسنبيني ما يجوئيه وما نبانا شميني أمي الله هاي يمكن محفظينه يبنك يسنبي كيف يوشي داعي شيء يبني فنزي أمي تبقوا هذا الرغوز وكاء يمنع من نمجون ينسوا الكيامة إينو هنو هورا وزوانا المرأة لناي بي الإيمان بالله واليوم الآخر حقها من إمي يزمه سبحانه وتعالى قوم مبا أبو كبنو كايا وقالوا هم في أمر زامو سبحانه وتعالى جاو هم ليشا زنجي إما جاو هلاسة زنبيل عن في من سيو مبا نججي مبا ممتو أنا مما عبوك معابدو شمس معبودو أم سوري فيوا فرسنا بجيوني أم ودي فيوا شوله بدل بجهوفة ينادي عليهم بالله ما كان من اليوم الآخر فلا يزين جاره أو ما كان من اليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت إن وعد إن ما هو إذا قبل الحكم من هي إن ما هو إذا قبل هذه قبل الحكم حكمه وتبقى شيء إني ما ولا شمس مبوق وغير هو كانوا مين وين في هذا هو يسوع بقى واليوم الآخر هن بينسوا أمنيسوا
ana yoga no ko mi mopiya ulu adili ko to fanya no do fanya li wawo inya dulu mun ya to yo ele share ngo la ilaha illallah adresu sallam tamo indi osho mo ten atalle ko dile la yo la ar mal bala la ayin la ilaha illallah الموضوع حتى مسألة قد سميها أو ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله مكان بالله يمن الآخر كذا إذا الحكومة تنجي الموضوع نقول جنايو أم ما جنايو حتى مهمت أساليب ذات الدعوة قبل نزع أحكامه نزيره فلتزم الأحكام تنعمه على زهر النبي سلمى أمع الظلم من شيء من النفوس وينتجد ذا علة ذا عفة فالعلة لا تذلم الظلم ظلم أظن أنه كان شنجي وكان كنا بالإنجيل نوره كنا غوزين جو كنا سوتي الإنجيل نتطوني يا نورو أنا إيش يا النفوس يطلب مبالغ من أدم أو يطلب مبالغ من أدم فإن تجد ذا عفة إكابون من عجزي يطلب ظلمه فلعلة لا تظلمه أبو قسم أبو قسم واسو ظلم إكابون من واسو ظلمه أبو قسم بابه لهم أسباب الإيمان بالله من المنبو نمت بسم الله المكاء فنقم ذا حلالي نقم ذا حرام ذا نزل جيورة منه قام النسوة كي مخل فنيتا كما داهم تنينها واسم جوانها ومسرة القيامة مالي بني بالإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يعني ما في يوم يقرأ القيام شعبه هم القيامة فلنك ما تسيكوا يجب أن يجب ينباح إباحيون هم الإباحيون لنك ما تلمي فلنك ما يجب أن يفعل فلنبيل فلنك ما تسيكوا رجل جاهزبون كما تحسابوا كما تحسين بيهو كما تحسين بيهو يزوان نزيلا يزوان يزوان أجين يواضي نوجه ونجيل هرمو قرآني هرمو سلام في مسلم الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ومن يزمه واليوم الآخر نفسه قيامة فلا يركب دابة من فيء المسلمين أتفشى نياما ويغنما يهو سلامه حتى إذا أعجفها من العجف أعجفها ماذا؟ أنحلها إلى حتى إذا أعجبها كان إرميا ترجح في يومه سؤال لولو ردها إليه إلى جزاء وفيها من الغنيمة أم الفيء ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين يترى ينهوه إلى غنمة وسلامة فايا حتى إذا أخلقه حتى كان يتحزى رده فيه نجزاء يعبهم وجوري ولا من يمن فشي ما لم يقول ما لجي شيء وقول لهم ما لم يقول مشي بس لا يتولى وجوري ذلك شاء لحقا كم رجل من رجل ذلك يدي إكي كامل لي وجوري من قول الآن اللي يزي من أفاق عند الضرور عند الحاجة شاء من رجل ذلك يدي أخرجه أبو داود الدار ورجال لا بأس به أبو داود أبو حديثين الدارمي نهرب شيء سندي والركب الحديث لا بأس بهم يعني حديث يوم حسن نعم ثم يجب أن يكون من أبي عبيد من الجراح بتشديد من جراح الله تعالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف إيه ضعف
وعن أبي عبيدة بن الجراح غير أبو عبيدة بن الجراح بن مقلي رابي سيدنا هذا الذي مش له هذا جاو جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو عبيدة أمين بن الجراح أمين الأمة يا أبو أمين الأمة فمثلا بقول لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ثم هل له عامر بن الجراح أحد ماذا؟ أحد العشر المبشرين في الجنة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه دفو شامي شهد فيه ومتعوني عم واسي وكذا هو مجيل محاسب إلى أبا الحبيب من الفرنسي فأرمين لي هم طاعني ودوك وطير وأشد لنا كلنا كم نسمون زمون فسيد ما قد يقولون من الفرنسي فيني طاعنك إذا سميتم الطاعون نزل من أرضي اتأموا الشيء ولي وطاعني سيهر من أرضي فلا تقدموا إلى مثليه ولا تخرج من أمسره لأنه حماية ما لم نقوم بلا حاجة مثالية سنوها ما يقول لها بلا نوصح لها ما يقول لها هاي بابا مجيات سبلك بشأن الوقت وواحد واحد وصبك أرماني أرمان مجيات حق فيه وهموت وعمي عم واسي عم ولياله يا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الواقع دمشق كان دمشق هاي بابا خلوها ونوه زوج سيدنا عمر جاري لي قالوا في خليفة وإنه يهاجي يرم سليم بشأن مجيون يا أبو عبيدة علي بن الجراح رضي الله تعالى عنه هذا شاهد سيدنا عمر وأنا أباك وأنا سلم شعر شاهد رضوان إلوس في أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه جاب لكن هو شأم حجاز وجه أشراف الشامي بمفرق أهي شامي الحجاز فرجع رسولي جزيرة رجع رسوليها جزيرة العرب يا سيبيليا كرب الأجهدة والأجهدة كلها بحرية أتى قصي عدني كلها بحرية إذا لن أتى وجاز لغرف يجد هذا كلها بحرية إذا نحبون له كلها بحرية ولي الجنوب والبحر كما بحر الهند يقول هذا النظام مني ما بين اليمن والرسولين قوة هولاج كلها سمى جزيرة العدد حبول له كل عند أولا تفضل والشمالين بند الشامي تبوك المدينة له لا قلوا نبي قلوا أرمي كام كله أصول الله بحري لما نبغى جزيرة عربية قلت جزيرة شبه جزيرة شبه بقى توصنا كما جاز يعني فدهون رب بحري فدهون رب بحري رب بحري فدهون رب بحري في الشمال جاز تبوك إذا وروها وروها مدينة توصل لهم وصلي من فكاء شامين ومكاء رجاهون طاعين سليم رهي من مالفني إيرين أمر الرود جميل أمر الرود ها؟ جميل أمر الرود يا حسن ليه هذا تقول ما صابهم تقول الآن هو انجيلية مستمع مرهين ما أقول جميل يوم بارك من جهين ده
يعني ما رأيوا أنقوان وما رموزين وسوم أو أم توه خبز من أهل الأمانة لدهون أهل الأمانة بهابا المال الشيء هم أبو بدو يمرم رجلا يا زما نسجكات من أمودا شيء جزبودي المكان يا خل أمودا يمرم رجلا يا زما خدميه فبكم في قدران منه هذا من قيد أهل السنة والجماعة كان رجل في سجه قدران منه سبحانه وتعالى بحس الله يا لم يزل منه سبحانه وتعالى وحده كايا فلان سكو فلان وجوه هيبة وجوه يمر ودام ولا رنا إلى ما كدر يا مو كدر يا فتلا يا مو بأهل السنة بكايوها طيب كنجوا وكم كم جمالان دي تجاو يوم جواجه وكم سوى جمبورين دي كورا كسوجوا ومسوا هاو زوكا هوندا جو سورنا كجرانجي حذاري وحرات لنجو سورنا سمية زنجي سمية زنجي اندريك يوم جوانا كورا كسوجوا هاندي يوم بابانا ممنون شابو كبالو مومي بوارا يا خلي كبينا دامو نكتا بلولي خلي مي بوارا نكتا بلولي أماني نكتا بلولي راها تهمم نكتا بجواني شابو كتن فجزيني أبو يسوس ورجو كانت بسم الله أبو شكا بيزا الحمد بمعنى رضي عليه الصلاة والجمع بكا مواجو كان وجو كمنا شابو جسي كان أبو فاني هجوجو يرزيني شاكل يرزيني شاكل يرزيني سبحان الله لك شيء بلغ يعني معنى كفانا يقدر أن بكالي ينبه شكل نشيل ينبه ويد كفانا تجوه هجوجو سيانفو نبه جسي هو رسول فاني نبه خطناني أنا مقوه رسول فتايا توفيقي نبه أولا كأذبان يمي وفيكيش يا مسألة مخلوقة المالي هرمي أقيدة أهل سنة الجماعة أهل سنة عمر أهل مالا هم من السبع دوبيتهم يقول بناكم هم هدانين ثم تكفوا هم ويكملهم تكفوا هم سبعين أمنوا هم أمون لكل أمة أمنوا حين أمة أسوها نبي أسوها نمو مؤمنين وأمنوا هذه الأمة أبو عبيدة أمنوا هم أمونه بعد مثلا ما قبلت من الجراحي كان مثلا مثلا في واحد ليف ونوى تقوف ونوى مراك وخيري شاء زمناقبه أقوي هذه البجوة فمت فيها أسوزها أسرق فيها وأمن يفو ودي مؤمن فاسمهم لي سبك لما تسلوا فاسمهم لي نجيها يسلوا كلها شاء سجاء شاء الأساسي أحد المؤمنين ويعيشي جهة المؤمنين هرمو من يفر أشد منه هرمو زهودي هرمو تشيفو هرمو سؤال أمين هذه الأمة أمين هذه الأمة أبو عبيدة الجرير رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله يقول سمعت من قوامبو يجير على المسلمين ماذا بعضهم مونك واسلموا فيها مسجوني كم أمان من الكفار بمعنى إكاوني كم منزمة أنا رمى كافر أهو رسول في رسول منيك إكاوني سكون دايو إني بيربانو كبيرة إن تلو لسي من نوحة الناس بسلام ولم نكافيري دون ما نشينا هو شاهو السائد إنك سنل بيربانو مبيرة أبو حرام ويجوم تعدية ندري لمن أسوار يا جايش هون يعني كو أمني نيري لدولة بعد أمر من كسر في فيها حرمهم تادي إما لي هاي وانا هاي شوش هاي لابد أشهر مؤمن هذا يجير المسلمين بعضهم يجير من ألا المسلمين بعضهم يعني منذ أنونا في أن أمامي حرمهم السلام بعضهم ببعض يجير على المسلمين بعضهم أنت لا أماني هرموا السلام بعضهم لبعض أبركم هم
ركم توتو ركم زادي ركادم هو الجيشي ركادم هو الدولة اتاتوا أمنا لكم كم نجون الله كم نجون يوم وزي أخلاقه لك إسلامه إيلي يا مكوين أجل المشركين سجارك فأجره حتى أسمع كلام الله وإن أجل يا مشركين يكرمهم دي مكافير مشركة أدن الله من ذلك استجارك هو ساح أمان أمن لهم فأجره لملك أمانيه حتى تجيشي وانبغوا أمه سبحانه وتعالى لا تقول شيء تقول كان كامل كان تقول شيء أقوله فسرمان يمنكو زمزين أنا مرسل بيوا هو سبب الله تلك يوم ما كفر أسول أنا بصلي وشكر أن يرسوم فهو فصل تقول شيء حتى نقول أسلقا أقول شاول سقوي شيء أقوم بيبوا هو جاكاسين دي بدلاء محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحبوا وانزعوا شاء سيدنا نجي أمانا يابو داري بلي غسواندو أبا بنفن يمكو كامفاني غينا ترتبات على أي شيء دومون دوري السلمان بسفل أي شيء بسفل أي شيء غير ونحن نعود الله كم سأتلتم الوشياء هو جوالنا وجدنا نعوده اسم قوارني كان وصل له إيشيلو كسو يميني كسو قرسو هتجي وقرسو هتجي أبنو شأسو ولي يو سلوى مونه يجو كيشا إيشيلو يجو كوم وهل منغوهي هو سأقو ما كم سو جبني وما قررسنين أنا أدب عشري جاء رسل أبو ومن يواجد لغير فرقية سلام الله سلام الله بين مالي سلام الله رسلية الملك هو لما أجمع سيطرة من القوة أنا بقول لدي شيء ما هرنزايا في دول لدي سلام بقول لدي شيء كأي من مرغو بين أهل دي نسوين لدي أنا بقول لدي شيء بقول شيء دول المال سبب ما ونحن يوم وقفوا وقفوا لديسا وقفوا بيه واو ونحن بسم الله مثلا أجمع فقا نم رجي بقى سيبي شو لساني ترك ما نمهنسي ما إنا نخطب لفصل لسنة دهيلي ما إذا تقول نفس دهالجية نمهنبوكي شيء إلا أوسلم أوسلم كما نفتيل إنسي من نمزيون أن يأتلن دي لا إله إلا الله محمد زرنا نفيت الله نجوى الثقب لشهيدة وصوب السيوة كان له قرر دي لنقاب السيوة شان قمر لما خرج عنه كذا يتنزيه وليتغالش يتنزيه ويهي وليتغالش من حديث عمرو بن العاص قال أن أبي سليمان التغالش ويوم تقدم هذا بداود ويأخذ هذا بداود التغالش ويأخذ أصحاب سنن الأربع التغالش من نازل عنه والتيالسي من حديث عمرو بن العاص حبوشية الإمام التيالسي هرمار ويا عمرو بن العاص هرمان بوشية يوم رجينا سنة أبي وبيت عمرو بن العاص قال هذا يجير على المسلمين أدناهم يوم جوتوا إذنية أماني هو سلامه ينسنوها وكبيسة يوم دوام يسوار ولا جيش لقر به يا سلام قبل جوتوا أماني من مساعد للصبي أفضل مريض. وفي الصحيحين عن علي قال هرمي صحيح البخاري من صحيح مسلم وكان عليها بوكايا ذمة المسلمين واحدة يا أخي أما لو إسلام ينزيم أنت وكان دولة ينزيم يا أخي رب التالي وفقال دولة ينزيم أمين دولة ينزيم شيء دولة زميلة أمنهم ينزيم ذمة المسلمين واحدة يا أحد يهو إسلام ينزيم يسعى بها أدناهم يتجعي ما بيهم سينما زاد ابن ماجه ابن ماجه في بيشم ولم قال لنا بي حرم زين جينا ويجير عليهم أقصواهم يقولوا لا وجدت أمنين على من أدناهم
وفي الصحيحين من حديث أم هاني هل مسيح البخاري لسيح مسلم حديث أم هاني أم هاني له لما نمشي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وباب فاطمة بإذن الله سكن فخذ لسيانا يد فاطمة ودليل جيل أم هاني بنت أبي طالب شقيقة طالب رضي الله تعالى عنه عن أم هاني سيرة أم هاني قال وقد أجرنا من أجرت ربنك أماني وأمك أماني فقال من فتح مكة ومجدوا على نبيهم نقول يا نبيه دو هذي أم هاني نكون أولا فقال لي يدوم لك هزمه بس أجل 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 أجل